يحكى أن رجلاً في العصور اليونانية القديمة كان يسير ذات يوم في طريق ملآن بالأحجار والصخور، فرأى على الأرض شيئاً يشبه التفاحة. استصغر الرجل شأن ما رأى، فداس عليه بقدمه، وتعجب أن ذلك الشيء بدل أن يتحطم أو يصغر انتفخ وزاد حجماً وتضاعف، فرفع عصاه الغليظة وانهال عليه ضرباً، ولكن الشيء الذي يشبه التفاحة ظل ينتفخ حتى سد الطريق كله، ولم يستطع أن يواصل مسيره، فرمى عصاه ووقف ينظر في دهشة. عندئذ ظهر شيخ حكيم وقال: يا صديقي، اترك هذا الشيء ولا تقترب منه، إنه كيس الخصام، إذا تجنبت ظل كما هو صغير الحجم، أما إذا لجأت إلى التحدي والغضب والعنف انتفخ كما ترى، وحاصرك من كل جانب، ومنعك من الاستمرار في الطريق الذي تختاره لنفسك.